المهم شوفوا البنات، هذا هو الحوليج سولتوا عليه علاش ما حطيتيش ذبيحه. البنات ما ذبحناش البارح لانه ما بقاش لنا الوقت وماما خاصها ترتاح. ماما خاصها ترتاح، خليناه حتى اليوم ان شاء الله نذبحوا باش نخرجوا الصداقه ونكونوا مسمعين ان شاء الله داكشي ديال الوالدين داكشي ديال الناس القدام. السلام عليكم حبابي بناتي الكبيتات خواتاتي حجات ديالنا، مرحبا والف مرحبا وشرف كبير هذا. والحمد لله انا جيت فرحانه حيت شاركت معكم هذا الشيء ديال الوالدين وهذا الشيء اللي ورونا جدودنا مواتنا الله يرحمهم ويرحم موتي محمد كاملين كافه اجمعين. هذا ديال الصداقه ديال المسلمين وديال الطلبه، الله يجعلنا يا ربي تقبل ليا عند الله وليك ان شاء الله الحج وتقال عند راسي بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مغيتي ودعوتك نستجيب طلق لي سرح بنيتي على خير وبخير وفرحاني ويسهل لي الله على بسمه اللي دايره اكثر من جهده مسكينه وبنياتي واقفين وعلى اختي الكبيره وبنتي الكبيره الله يطول ليها العمر والله يسهل عليها والله يعاونها والله يفرحها وعلى خواتاتي وصحاباتي ديال 30 عام 30 سنه وعندي الحباب وعندي الخواتات وعندي كشيفات عامرين بحال خواتي باش تعرف الله قابل لام العمر شوفوا جاي اي كلشي والجميع خارج الوطن وداخل الوطن كنتمنى ليهم ان شاء الله هذه العمره وكنتمنى يا ربي يطول لي العمر وكل عام نبقى غدا جايه لذاك المقام يا ربي كنفرح فيه وكنصح فيه وكن نفس ديالي كتحل ليا في هذيك المقام ديال السلام الله يطول لي العمر الله يطول لي العمر وكنقولكم المتبعين ديالنا واللي بغى يجي عندي داري محلوله 100,000 مرحبا بي وتحيه ما بغينا والو يجي ويشوفني ويقول لي على سلامتك هذيك هي الدنيا وما فيهاش معايا كويس ديال اتاي وكنقول لكم شيشي كتموت عليكم وكنموت عليكم داك الشيء ما نقولش لكم داك الشيء انا طرا ديال رجليكم وانا بنت الشعب وانا عفويه هكا اللي بغاني هكا و100,000 مرحبا بكم انتم اخواتاتي انتم صحاباتي انتم احبابي انتم عائلتي انتم كلشي مرحبا بكم كنتمنى هاد العمره ليكم كاملين والحاجات وان شاء الله يسقم السعد لبنياتكم ولوليداتكم واللي مريض الله يشافيه واللي عيان الله يشافيه واللي حامله الله يطلق سراحه واللي باغا تولد الله يعمر ظنها اي حاجه بغيت داك المقام تزورو الكبير والصغير الله ينصر سيدنا وعسى الملك الله يجعلها لها صدقه مقبوله امين حجه مقبوله امين عمره مقبوله امين الله يخلي ليها بنياتها الله يخلي ليها احبابها اللهم ما يكون وخلي ليها المتبعين ديالي بسم الله الله اكبر Yeah.
واسقينا. صلوا عندي صلوا عليه. إنا يا حبيب الله والعاشق الفردي صلي وعليه ما صلى على النبي صلي عليه أقرب خطوط من حول الله يا عاشق في رسول الله أقرب خطوط من حول الله يا عاشق في رسول الله هذه سعادة سعادة الله ما فيها صلوا على صلاة عبي هذه ساعة من ساعة الله وزوجها على رسول الله صاير اسم الله والمدينة ويحضر فيها Oh,